أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم، على أجنحة التعنتات السياسية والمصالح الضيقة والواسعة واللامبالاة بعيشة 75% على الأقل من المواطنين اللبنانيين القابعين بين العتمة العارمة والنور المتقطع، على هذه الأجنحة يحلق الدولار الأمريكي على علو 10,000. تأليف الحكومة مخنوق مطوق مكبل مزنوق، ولا موعد أو تاريخ للقاء 17 بين الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية عماد ميشيل عون. في هذا الوقت مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية دحض ما ورد في بعض الصحافة اليوم منسوبا إلى الرئيس عون بالنسبة إلى تهجم سياسي على الأفرقاء السياسيين كمثل الرئيس بري ورئيس الحريري ورئيس جنبلاط وسواهم بكلام عالي النبرة وفي كل الاتجاهات. المكتب نفى ما نقل اليوم وكرر الدعوة للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان. في الغضون سبت بكركي مع ما تلاه من مواقف البطريرك الراعي يتفاعل على مستوى الداخلي، فيما ينتظر أن يبلور الصرح البطريركي رسالته إلى الأمم المتحدة عن الحياد والمؤتمر الدولي، حتى وإن كانت نجاة رشدي قد أوضحت أن مثل هذا الشأن الوارد في حركة الراعي يستلزم أولا توافقا محليا وبعده دوليا. هذه التطورات وهذه الضيقة وهذه الأوضاع المعيشية الاقتصادية المذرية تجري في وقت تكتنف الضبابية ما ستكون عليه الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها ملف النووي الإيراني والعلاقات بين طهران وواشنطن وأوروبا، محليا لا أفق ولا قرار للبير، ودوليا حتى الآن الأفق قاتمة. معنا مباشرة نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني الأستاذ طارق الداود. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ، الله يخليك. يعني اليوم يعني أجراس الجوع والعيشة غير الكريمة، يعني اللبناني مين قال لهم أنه اللبناني بده يعيش عيشة غير كريمة؟ كل شيء هيدا عم بيصير، والدولار تعرف قديه صار يعني. صحيح. يعني شو رأيك يعني إنه هيك لا يبالون بما ما يرزح تحته المواطن؟ أستاذ جلال، مع الأسف إنه نحن وصلنا لنكبة، وضع اقتصادي مزري بتاريخ اللبناني ما وصل للي وصل عليه هلق. يعني لاحظي حضرتك قديه بتقبض معاش، قديه نحن مع قديه بيصير، يعني راح بصيروا شي 50 دولار بعدين. صار المعاش بال 50 دولار، الاعلى المعاش في الدوله اللبنانيه، اعلى راتب ما بيلحقش ال 200-250 دولار. المعاش العسكري صار بال 50-70 دولار. طب كيف بده يكفي؟ كيف بده يعيش؟ في عندك 10% يعني اللي معهم دولارات كثير مبسوطين، وعندك 10% من المسؤولين او الزعامات ما فرقه معهم. لا، ما هو المشكلة انه ما فرقه معهم. طيب، انه الزعامات والسياسيين هودي صاروا مصرياتهم برا ومكتفيين برا او جوا، بس ما فرقه معهم لانه انتخبوهم بال 2018 وخلصت، وراح يرجعوا ينتخب. ما نحن الحق علينا يعني، بالنهاية بنرجع نكمل بالدولار والملف، لانه طالما نحن في هذا النظام الفاسد الطائفي رح نضلنا بهذا الوضع المزري. والمشكلة الاكبر انه ما حدا عم بيشوف شو مصايب المواطن. يعني خيالك انا شو بتفرق معي كمواطن كيف بتتشكل الحكومه، كيف الصيغه؟ انا بهمني حكومه. امبارح قبل اليوم الحكومه عم نشوف انه في حدا الى 5 أشهر نحن بتكليف شرقي اختلفوا على سياسه الحكومه، حدا عم يناقش موضوع شو راح تكون سياسه الحكومه بالنسبه للاقتصاد والمعيشه، بالنسبه للاقتصاد وكيف بدهم يطلعونا من هالوحله. عم يناقشوا بس الحصص. يا اخي ما انت بأزمة اكبر من الحصص، ما الجبنه خلصت، ما عادش في جبنه تقسموها. في بلد واقع في ماساه على المواطن اللبناني. المواطن اللبناني ما عاش للمواطن، ما في بس ما عاش بالذل، استوردوها يعني. ما رح يعيش اللبناني بالذل، وما رح يشوف اللبناني السياسي والزعيم مواكبه بتعيشوا سنتين لقدام. ايه بس استاذ طارق بدي اقول لك شغله، حتى لو ما كنا ولدانين بهداك الوقت، والدك الله يرحمه سليم الداود، يمكن نحن بنعرف لانه في عنا قرايب وكانوا يحكوا عنه، حتى بزمن اللي كان فيه نوع من البحبوحة أو الاكتفاء عند المواطن، كان هو يسأل، كان يسموه أنه صديق الفقير لسليم الداود مثلا. طبعا. كان يعني وقتها كان فيه نوع من الاكتفاء أو
يعني كانوا عايشين على قد ما هي هذه قبل 50 سنة وهذا كان يطالب ويدل يشتغل ويدل يقول انه في فقراء بلبنان في ناس عايشين منا عايشين مثلكم انتم يا كذا كذا. طب اليوم وين اصوات الناس اللي هن وجهاء هن فعاليات ما عم نسمع شيء مع الاسف انه اللي ماشي قدامي بالبلد واللي ماشي باخلاقي وبيتعامل العمل السياسي باخلاق هو ماشي بعكس السير لانه الدنيا ماشي غير هيك. هلق المصيبه اللي الواحد بيعمل نائب ولا وزير سنه سنتين بطل تحصله شو عنده املاك وشو عنده رزق وشو عنده يا صحتين هاي الناس يا طب ما طب هودي الناس اللي صحتين على قلبه بس اخذهم من الناس. طب وصلت الناس هلق لقمة أولادها عيشة أولادها وين كبروا تعيش أولادها. بس استاذ طارق انت عم تحكي عم تلامس الفساد. طيب اذا في واحد عارفينه منين اخذ مصرياته منين هادرهم منين سير وفي واحد تاني ما بنعرف منين وفي واحد يعني مثلا ممكن تشوف مدير او وزير او نايب او مدري شو افترض بيقبض 5000 دولار 10000 دولار طيب معه مليار دولار منين جابهم؟ لو مش سارق ورطه من الورطي. طب لا غير الورطي لا ورطهم من النام هيدي سرقهم من الناس ورطهم من الناس شو ورطهم ما في ورطي. مين بيثبت على حدا مين سارق وشو لكن المشكلة انه ما في قضاء ما فيك توصل لمحل. جربنا وشفنا وعم نشوف بينفتح كل يوم 50 ملف وبيتسكر وما بتعرف كيف بيتسكر دائما ما في ما في رقابة ما في محاسبة وهيدي من سنين لهلق لوصلنا للي وصلنا له. نحن عم نقول هلا شو لازم نعمل؟ نحن عم نقول هلق يا اخي طب وصلنا للي وصلنا له يا اخي اشبعوا. طب ما بالنهايه اذا راح الشعب مين بقى على مين بدكم تعملوا زعمه وسياسه وعلى مين بدكم تحكموا؟ طب هلق الوضع اللبناني معش يحمل. اللبناني مثل ما حكينا قبل شوي صار اعلى راتب في للموظف ما بيوصل ال 100 دولار يعني خبز ما عادش فيه يكفي. طيب وبعدين بقول لك ما تحسبوا على الدولار يا اخي ما كل شيء بالبلد بيقسموا لك اياه على الدولار شو كيف ما كله مستورد. طيب فيك تاخذ لبنان كطوائف لانه عم تحكي عن نظام الطائفي فيك تاخذ الميزه والعله الجميله انه متنوع وبيقدر يعمل حيويه ويكون غير شيء فعلا نحن مش انه عم نتغنى هيك هو فريد من نوعه بالعالم. فيك تاخذها على الايجابي وفيك تاخذها على السلبي. اليوم هالضيقه هاي وهالخنقه هاي ما عم نشوف انه في بذور لتمرد لثوره شعبيه من هذا. بتيجي بتسال وجهه نظر بتقول لك لانه كل زعيم عنده جماعته مشان هيك ما بينزلوا الا بامر من زعيمهم والزعيم اكيد ما راح يقول لهم تفضوا علي يعني. مع الاسف انه الثوره اول ما نزلت كانت ثوره حقيقيه بالبداية ونزلت الناس من معاناتها ومن وضع المزري الاقتصادي وقتها ما كان مثل هلا يعني ولكن طوقوها وفاتوا عليها بمحل تاني. طيب يا اخي هلا صارت دولارنا ب 10000 وين الناس؟ طب انسرقت اموال الناس من البنوك ما تحرك ولا ايمتى ناطرين؟ طيب شو السر؟ ولا ايمتى ناطرين؟ يعني اذا بدنا نحلل هالظاهره او هالطبيعه الاجتماعيه اللبنانيه شو؟ هل هن بيخافوا من انه يرجعوا لحرب سابقه؟ هل هن بيقولوا بحبوا الحياه ما بدهم يعملوا مشاكل؟ لا ما بس وصلنا للقعر. اذا ما انتفضنا وغيرنا المفاهيم وغيرنا هذا النظام الفاسد اللي بده دفن لانه هذا النظام هو يولد الازمات. اذا بتلاحظ ما في استحقاق من 40 سنه لهلا عم تتفاقم مش عم ما في استحقاق صار الا ما في عندنا ازمه ان كان بالحكومه ان كان برئاسه الجمهوريه ان كان بمجلس النواب كل استحقاق بيسوفوا وبيعطونا بنادول. ما في بدك تروح على الحل الجذري. طيب حل تروح على استئصال هذا النظام ودفنه وتروح على نظام علماني لدوله مدنيه ترعى كل الطوائف وبترعى مواطنيتك هي اللي بتحميك مش طائفتك بتحميك. طيب في عندك مثلث معين قوس القضاء صندوق الاقتراع و
السيد يعني الجيش والقوى الأمنية. الجيش والقوى الأمنية يعني مشكورين عم يشتغلوا. قوس القضاء ضربنا. يستسهل ضربه لأنه الضلع الثالث بالمثلث اللي هو صندوق الاقتراع عم يجوا هالناس هن بينتخبون هن زيتون لأنه قانون غلط هون القانون يعني لأنه بدك تروح على قانون يعني اللي عم يطالب هلق بانتخابات مبكرة أو مش مبكرة أي انتخابات طالما أنت نفس على نفس هذا القانون بدك تضلك تشوف نفس الطبقة السياسية بدك تروح على قانون عصري قانون دون الاعتبارات الطائفية تروح على قانون توسع الدوائر تروح على لبنان دائرة واحدة أو على أو ترجع للطائف طبق الطائف أخي إيه أستاذ طارق داود اليوم إذا أنا أقليات وأنت أقليات وما بعرف مين يعني يعتبر بين مزدوجين بيقول لك أنا إذا بدي وسع الدوائر يعني يمكن الطوائف المسيحية بتبطل تجيب النواب اللي هي بتمثلها مواطنين كيف تحميني طيب اليوم بعد اسمح لي بس إذا بتريد بهذا الموضوع نعم. مواطنيتي اللي بتحميني ما بتحميني الطوائف طب ما شفت كيف عملوا قانون لما بنروح على القانون العادل وعلى نظام لا طائفي بتروح على مواطنيتك بتحميك طب هلق بالطوائف هلق لشي يأخذ حقوق الطوائف يعني زعم الطوائف اللي يأخذ حقوقه هلق يا خي اللي نحن فيه هلق الجوعانين من كل الطوائف الوضع الاقتصادي والجوع مشروع أخذ على كل الطوائف منه على المسيحي ومش على الدرزي ومنه على الدرزي مش على الشيعي على كل الطوائف هي جاعت الناس بدي أسألك عن هالظاهرة إذا مزبوطة ما بعرف مرق كاريكاتير في شيء 4-5 بالمستنقع غرقانين ورافعين ايدين يعيش الزعيم هل فعلا انه على 100 شخص في 50 شخص هيك هيدي مع الاسف اللي عم بتخلينا نضلنا بالقعر لانه عم نكون ولائنا للزعيم وليس للوطن نحن عم نقول خلينا نطلع من الولاء للزعيم وللطائفي لنروح على الولاء للوطن الوطن اللي بيجمع منا الطوائف تعدد الطوائف هذه مهمة جدا ولكن مواطنيتنا والوطن هي اللي بيجمعني وبيجمعك وبيجمع كل الطوائف طيب هل علينا أنه نعمل مؤتمر جديد بدون ما نسميه لا تأسيسي ولا ما بعرف شو مؤتمر اجتماعي يكون فيه المجتمع المدني وقادة الرأي وهالأفرقاء السياسيين لأنه مثلا بغير بلدان يعني حتى بالموماو أو ببلاد أفريقيا شالوا العرقية يعني كان هوتو أو توتسي ومشوا البلاد ومشت حالها صحيح هل بيقبلوا يعملوا هيدا المؤتمر الوطني الاجتماعي ليعملوا عقد اجتماعي جديد أما بدلهم نأذنين من بعضهم طالما القيمين على هذا البلد اللي هني مستلمين البلد كل واحد مخبى بطايفته عم يقاتل من خلال طايفته ما له مصلحة يعني برواندا صارت متطورة رواندا لو ما كان في تحرك شعبي جامع وطني همه ورسالته الأساسية هي إسقاط هذا النظام الطائفي الفاسد إلى دولة مدنية ما في طب بيقولوا لك قبل ما نسقط النظام خلينا نطبق والا بكره هلا بتتشكل حكوميه يمكن تتشكل بكره ويمكن بعد شهر ولكن راح تتشكل ولكن هذه شو هذه ابر مورفين ما راح توصل لما طيب ما هلا كمان المواطن بيقول بس وصلنا لمحل استاذنا انه نحن المواطن ما عاد في يحمل وصلت انا بتاريخ لبنان ما وصل لبنان للبناني للمأساة اللي وصل لها هلا طب خلينا ناخذ بالتاريخ الحديث بيقولوا لك انه كلهم واحد ناطر من برا الاشارات الاقليميه والدوليه حتى يعرف كيف بدهم يتصرفوا طب كل عمرهم انا ما راح اخدك على ايام الرجال اللي كانت يعني تعرف انه الشفير هالقد ما تنزل تحته كان يعني مستوى شوي اعلى كان في حس وطني يعني ولا في حس وطني بس انه مستوى العمل السياسي حتى عم بيروح على التفاصيل الصغيره
طيب كل عمرهم من 30 سنة لهلا ومن 15 سنة لهلا ومن 10 سنين لهلا بس يلاقوا إشارات من برا بيصوفوا بيعملوا شيء، ولكن بيعملوا حكومة إلى حين الاستحقاق الإقليمي والخارجي. اليوم ليه ما عم يعملوا هيك؟ يعني مثلا إذا في اتفاق نووي بده يصير بين إيران وأمريكا وفي شد حبال بين الغرب وبين الشرق وبين ما بعرف مين، كان يدلكم فيه هيك حتى بأيام العدوان الإسرائيلي يبقى في تفاهم نيسان وغير تفاهم نيسان، كانوا يعملوا حكومات. اليوم اللي ملبكهم أستاذنا إنه البرة مش مطلع فينا، عنده أولويات تانية اللي ملبكهم، لأنه ما بالعكس ما هيك أحسن، لا ما هيك أحسن بيختموا الظرف، لأنه هني معودين على تجي الإملاءات من برا. هلق ما في إملاءات لأنه هلق الوضع الإقليمي والدولي في عنده أولويات تانية، الأمريكاني عنده أولويات غيرنا إيه بس وقت بيكون هيك ما بيغتنموا الفرصة وبيعملوا حكومة تكون يعني هذا السؤال اللي محير، إنه خي نحن شو الأسباب اللي بتخليك تروح لعدم تشكيل حكومة؟ ما في أسباب. طيب إذا حزب الله إذا الوضع هذا الوضع الاقتصادي اللي وصلت له ما هزلهم ضميرهم، شو بده هزلهم ضمير؟ شو بده هز ضمير مين؟ طالما نحن وصلنا لوضع اقتصادي اللبناني ما معه ياكل، اللبناني ما عفي يشتري دواء لاولاده. شئنا ما ابينا هالافرقاء وهي مواقفه. اذا طرحت عليك السؤال، حزب الله يمكن يعني بقوته المعنويه الداخليه والخارجيه ممكن إذا صار في حكومة أفضل له، وإذا ما صار في حكومة ما راح يتأثر قد غيره. الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قال لهم يا أخي اقترح هيك فكرة، لا تلت معطل حكومة من 22، أو يعني أخذت الميلتين وزن. طيب هذا الفريق اللي هو معني بالتلت المعطل أو غير معني أو من قريب أو من بعيد، وهذا الفريق المعني بالعدد وبحكومة اختصاصيين، ما تلاقى حد لينك يكون وصل بين هالتنين ليقدروا يعملوا هيك حكومة؟ المواطن أستاذنا ما عادش فرقانة معه 22 ولا في تلتين ولا مين، ولا بده يكونوا اختصاصيين ولا غير اختصاصيين. المواطن بده حكومة، بده يطلع من هذا المأزق اللي هو فيه. المواطن بده يشوف شو سياسة الحكومة. يعني بعدنا عم نحكي شغلة مهمة، انه يا اخي طب نحن سياسة اقتصادية مين حكى فيها؟ كل هذا بيقول انا بحكي، هذا عم بيحكي شو بده وهذا عم بيحكي شو بده، بس ما في حدا قال يا اخي طب تعال يا اخي شو انت سياستك الاقتصادية، كيف بدك تطلعنا من المغطس الغريب العجيب. الرئيس المكلف بيقول تنطلع من هذا المغطس بدنا حكومة اختصاصيين يكون، وهو قبل ما يتكلف قال انا بسلم بانه وزاره الماليه للاخوان الشيعة. طيب رئيس الجمهوريه عماد مشاون بيقول لك كمان مش معقوله يجي الرئيس المكلف هو بده يسمي للوزراء اللي انا مثلا يعني طبعا هو رئيس جمهوريه لكل اللبنانيين، طيب انه حقوق المسيحيه بتصير مهضوره اذا بده يسمي هو عن الرئيس وزراء مسيحيه، وطلع من هالمأزق هذا. ما هيدي المشكلة، انه نحن بهمنا يوصلوا لقاسم مشترك، ما في مجال يعني هذا ان كان فخامة الرئيس او دولة الرئيس المكلف، ما في مجال الا بدهم يوصلوا لقاسم مشترك، والا البلد عم بيخرب وما حدا منهم له مصلحة ان كان فخامة الرئيس وعهده او ان كان دولة الرئيس والمكلف، وما في لهم مصلحة غير بدهم يلتقوا على قواسم مشتركة، بدو يتنازل هون وهذا بدو يتنازل، لانه بالنهاية في مصلحة بلد، في مصلحة ناس. طيب كل المبادرات عم ناس منا يعني منا بهاجس انه يا اخي بياخذ هذا ولا ناس بدها تطلع منها من هذه الأزمة، من هذا المغطس اللي نزلوا فيه، ومن هالوحلة اللي هذه الوحلة نتيجة هالقحلة اللي 30 سنة من سياسات اقتصادية وصلتنا لها ومن مأساة. بس إنه كمان يعني في ناس عندهم أفكار وعندهم أشياء إصلاحية وعندهم تصورات اقتصادية من الأفرقاء اللبنانيين، وفي ناس عندهم تصورات أخرى، بس ولكن كلهم كانوا مع بعضهم
إذا مش من 30 سنة من 20، وإذا مش من 20 من 15، إذا مش 15 من 10. طب كلهم كانوا مع بعضهم بعد ما التقى يعني فقيه أو فيلسوف بيناتهم يقدر يقنعهم ب... استاذنا كل واحد شارك في هذه المنظومة من 30 سنة لهلق هو شريك في الفساد، مسؤول بشكل أو بآخر، مسؤول بشكل أو بآخر. كل واحد فات على هالمنظومة وكان شريك في هذا الوضع البلد هو مسؤول فيما وصلنا عليه. للأسف ومع الأسف إنه كل واحد بيطلع بنظر على التلفزيون وبيشيل عنه، لا، ما في حدا ما منه شريك وما في حدا حتى اللي منه فاسد، ولكن سكوته مرات سكوته أو وصل أو طيب هلأ قطعوا جادة السيد حسن نصر الله، السيد هادي، السيد هادي نصر الله على منطقة طيوني الشتيلة بهاي المنطقة كمان احتجاجا على الوضع. هي أبلشت تبين إشياء الناس نجاعت، نجاعت الناس بأزمة اقتصادية رهيبة، الكورونا من ميلي. والمبارح إذا بتلاحظ مبارح استاذنا فتحوا مبارح الأسواق، ما في حدا فات على محل، أكيد ما في عاجل سام، لأنه شو ما في مواضع، شو ما في عاجل سام، معناتها أنه ما اللبناني بالكيد عفيه يفوت يشتري أكلات أولاده على القاد، بده يفوت يلبس ثياب ويروح وكهرباء ما في وبنزين عم يغلى ومحروقات. صحيح. طيب اليوم المبادرات الداخلية والخارجية تتهاوى تتساقط، بعد في المبادرة الفرنسية بعدها تنعش، يعني بعدها عم ينعشوها بترجع هذا، ولكن عم يقال انه موفد فرنسي من عند الرئيس ماكرون ما رح يجي هلا، كان يعول انه يجي الاسبوع المقبل، ما تأجلت ما عادش معروف هو. صحيح. طيب لانه ما في بالافق حال، يعني في حال معناتها انه ما عم يتجاوبوا بالداخل اكيد. طيب السفيرة الفرنسية عم تبرم عند الافرقاء، في شيء معلن وفي شيء غير معلن، شو رأيك؟ هل ممكن يعني تكون مثلا تعمل كاتاليزور، تعمل شيء تحرك هال الفرنساوي هو صادق في مسعاه لإيجاد حل في الحكومة. امبارح كانت عند فخامة الرئيس وأطلع على الوضع، شو هو صادق في 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 مسعاه الفرنساوي، ولكن المشكلة عنا، المشكلة عنا، المشكلة الأساسية هي عنا. طيب. وإذا ناطرين كل فريق ناطر ليحصن ليحصن وضعه بوضع إقليمي معين، ما بعتقد بيكونوا عم يراهنوا على السراب. طيب وخصوصا إنه هذا الوضع الاقتصادي، عفوا، الوضع الإقليمي في أزمة، عم نشوف هلا. طيب بين الحقوق والحاجات برز يعني هيك شيء بسبت بكركي مثل ما بيسموه، وامبارح كمان يعني مقابلة بطيارك الراعي، هل قفز البطيارك الراعي فوق كل التطورات الاقتصادية والسياسية وراح على لب المشكلة، على لب الصراع، أم أنه فات بلب المشكلة وممكن تعمل صراع أكثر؟ لك نحن بنؤمن أنه بكركي هي بتجمع وهي بتوحد، وبكركي إلى دور ريادي وقيادي في البلد، وبكركي هي ضمير مش بس المسيحيين، ضمير اللبنانيين بشكل عام. واللي طرح غبطة البطرك يعني طرح اشياء ايجابية جدا في موضوع الفساد، في موضوع العودة لاتفاق الطائف، وهذا تطبيق الدستور، تأليف حكومي الدستور وعودة للاتفاق الطائف والتسريع في تشكيل الحكومة، هذه من الأشياء الوطنية اللي تجمع على على كل اللبنانيين. ولكن وهون مش بس استاذ طارق، هون بدي أقول لك شيء، يعني عم بعطيك أنا صورة معينة. نزلت الثورة على الأرض، طالبوا بالتحسين والإصلاح والكذا والكذا، دخل عليها بعض الشعارات لا لسلاح حزب الله ولا مع الكذا ومع الجيش الشرعي وحيد وكذا. هل بتلاقي صورة تقريبا مش ضروري هي ذاتها ولكن تشبهها عند البطريرك الراعي، حكي عن الفساد وعن تأليف الحكومة وعن تطبيق الدستور، وحكي
عن الحياد ومؤتمر دولي. خليني بيجي هاو بنقز هيدا يعني مثل ما صار بالثورة. لا ايه لقل لك شغلي. نعم. وهوني مش بوارد الرد على لا مش الرد عم نحكي صورة على كلام غبطة البطرك، ولكن طرح سيدنا البطرك هو موضوع الحياد. نعم. طيب هيدا موضوع الحياد يا اخي، انه نحن هل نحن المعتدين على اسرائيل؟ هل نحن اللي عم نبادر بضرب اسرائيل او عم نتدخل في الامور؟ بعدين يعني عندك سوريا من هون واسرائيل من هون، لا عدو، لا العدو الاسرائيلي من هون سوريا والتطورات السوريه. صحيح. انا ما عم قارن لك لانه نعم. في على حدودك سوريا لها موقف، وفي عندك العدو الاسرائيلي عنده اعتداء. صحيح. طيب اذا هودي اثنين يعني بيتوجسوا من موضوع المؤتمر الدولي على الاقل، هل على البطركية المارونية واللي هي الصرح للكل انها تتحرك برا قبل، ام انها تطرح وترجع تتحرك قبل؟ خلينا نفوت. نعم. نكفي موضوع الحياد. الحياد جربناه نحن لما كان لبنان يقولوا انه لبنان قوته بضعفه، كانت الاسرائيلي كل يوم يطلع عباله ويدور دبابته ويفوت على لبنان، وصل عنه مقاومة ردعت ويفوت على لبنان. نعم. وكان يجتاح لبنان والإسرائيلي بفلسطين المحتلة مش حاسس انه عنده حرب، يفوت بشكل على المقاومة التي احتضنت لبنانيا، هذه المقاومة هذه المقاومة اللي حطت لك توازن رعب مع العدو الإسرائيلي. شيء منيح هذا، شيء وهذه انت اذا نحن بنتغنى انه نحن سويسرا الشرق، يا اخي سويسرا دولة محايدة، صح ولا لا؟ سويسرا بالقوة العسكرية جيشها هو خامس سادس جيش بالعالم من القوة العسكرية، فقوتها عملت للحياد. ايه بس القوي القوي اللي فيها الألماني شاف شو بدهم هلا الناس وعمل، وقوتها اللي عملت للحياد. نحن فينا نكون حياديين ولكن بقوتنا ما فينا نكون. هو ما قال غير عنا 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 انا ما عم برد على، ايه؟ على ولكن عم بوضح عم بتسائل هذا الحياد، هذا الحياد اللي مطلوب مطلوب حياد القوي، ولكن الحياد القوي. طيب نحن لما ضعاف ومن من من وبنسلم سلاح المقاومه وين هي وين هون نحن عم نعرض الصوره انه هلا في رجعت احياء لجنه الحوار بين بكركي وحزب الله، وهذا ضروري. نعم. وهذا ضروري ونحن نحن مع بكركي ومع دور بكركي الريادي في البلد ومع الحوار بين بكركي وبين حزب الله وبين كل الاطراف اللبنانيه، لانه بكركي بتجمع، والمطلوب من بكركي انه هي جامع تحكي باسم، لانه بكركي بتحكي باسم ما نحن عم نعرض كل اللبنانيين مثل ما قلت، مش عم نعلق ولا عم نعرض انه. صحيح. وقت بيكون في هالحوار بين بكركي وحزب الله بيكون في قوه حزب الله موجوده ضد العدو الاسرائيلي. صحيح. تؤخذ بالاعتبار، والحياد مش معناتها حياد ضد اي فريق داخلي. صحيح. يعني بهالطريقه مش بطريقه اخرى. والشغله الثانيه الاساسيه كمان يا اخي، طب نحن امبارح كان عندنا التكفيري على حدودنا بعلبك وبالشمال، بعلبك الشمال وحزب الله كان المساهم الاكبر بردعه. كان اللبناني ان كان مسيحي او غير مسيحي مرتب. واقف حد الحزب في الدفاع عن 100% عن 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 مناطق. هيدا ما بتعطي اطمئنان للمقاومه، هيدا بتعطي اطمئنان للمقاومه، وهذا بتعطي اطمئنان للبناني انه هذه المقاومه هي اللي عم تحمي لبنان من هذا العدو، ان كان التكفيري اللي اخر شيء بصب المصلحه الاسرائيليه او من العدو الاسرائيلي او العدو. طيب هذا كلام ما بياخذنا انه يجتمعوا هاللبنانيه ويتصارحوا بشكل يعني النيات تكون صافيه. خلينا ناخذ اللي طرحه غبطة البطرك. نعم. هو مؤشر او هو عنوان لا يلتقوا الاطراف اللبنانيه حول طاوله وحده مش لا يتفرق ونقاش في هذا، مش للتفريق. والشغله الثانيه اللي تفضلت فيها بموضوع المؤتمر الدولي، المؤتمر الدولي عنوان كبير بدك تعرف يعني ما له مقومات شو هل بهذا الوضع اللي نحن فيه لش الدول خريتنا
وين مين عم يطلع فينا هلا؟ بعدين جربنا المؤتمرات الدولية، هل عطت نتيجة للبناني؟ بالعكس في شيء دولي عطي الطاقة، بالعكس مثلاً. بالعكس زادت التدخل الخارجي عنا. ايه بس في شيء دولي عمل الطائف اليوم وقت بده يبعث رسالة من البطريركية إلى الأمم المتحدة تيحكيها عن هالموضوع، هون أنت بدك مواقف الدول من برا تتقبل الشغلة، وبذات الوقت بده يكون في حوار داخلي، الحوار الداخلي يمكن يبلش يستأنف بين بكركي وحزب الله وبترجع بتتوسع، ولكن بالخارج ما بدك قبول. استاذنا قبل ما تروح على الخارج، ليه نحن دائما بنروح نسعى لنجيب الرضا الخارجي على، لانه الافرقاء اللي هون كمان مرتبطين بالخارج. خلينا اول شيء نتفق على عناوين داخليه، على عناوين اساسيه في المؤتمر الدولي وبعدين نطلع. طيب اذا كان المؤتمر الدولي هو لدعم الاقتصاد اللبناني، ما بعتقد في حدا بيرفض. عملوا كذا مؤتمر اوروبي لدعم الاقتصاد اللبناني واسالون الف حكومه. مظبوط، ما بعرفوا حكومه. فاذا المشكله عندنا، يعني انت لما تطلع على المؤتمر الدولي بده يقول لك خير روح تفهموا بالاول انتم، تفهموا على اطار، يكون في طالما نحن ما في عندنا هيئه تنفيذيه، بدك تتفهم على اطار لحتى تطلع منه. بدك تحكي شيء بعد عن مبادره البطرك؟ لا. طيب ناخذ فاصل اعلاني ونرجع ندخل بمواضيع اخرى. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ طارق الداوود مرحب فيك مره ثانيه. اهلا فيك، الله يخليك. مثلا مثل ما قلنا، يعني لبنان غني بطوائفه، وكمان مرات العله بتبقى بالطوائف. الرئيس سعد الحريري بيقول انه ليش انا ما بعطي الثلث المعطل؟ لانه بصير بده يقايضني يقايض على الامور، وصير بده يعمل ابتزاز. طيب الفريق الثاني بيقول لك اذا انا بالدستور ما عندي شيء صلاحيات، بدي الثلث، ما بعرف شو، بطلوا يستعملوا المعطل، هلا انتبهوا انه صار ثلث الضامن، وهذا شيء منيح. بلقاء خلدي المير طلال ارسلان قال يا اخي ليش عم تهدروا حقوقنا؟ رجع يحكي عن الطائفه، لانه طالما الطوائف الثانيه كمان بتسال عن حقوقها. بده يعني يكون ممثل بالحكومه. طيب اذا الطائفه الدرزيه الكريمه تمثلت ب بوزراء كلهم لوليد باك، او مقسومين بين وليد باك وطلال والمير طلال، شو الفرق؟ اولا استاذنا يعني بده يرفع عدد الحكومه من 18 ل 22 المقترحه، الحكومه المقترحه. لا لوضح لك. نعم. اولا نحن يعني نحن دائما مع نطرح الامور الوطنيه بس بالإيجابية والإيجابية. اللقاء خلدي كان واضح أنه نحن التمثيل الطائفي الدرزي اللي هي من المفروض أنه يكون في تمثيل عادل للطوائف، والتمثيل بمقعد وزاري واحد أو بوزير واحد هو مرفوض لسبب، لأنه هذا بيكون غير عادل للطائفة. ونحن بلقاء خلدي طرحنا هذا الوضع، طرحناه من حكي عن نسب، يعني واحد على خمسة وواحد على ستة. لا طرحناه من باب أولا ليس عرقلي في الوضع الحكومي، وما طرحناه من وضع التلتمو المعطل. هذه نقطة مهمة، ما لنا علاقة بهالموضوع، هاي نقطة مهمة. نحن عم نجيب حق للطائفة الموحدين الدروز، طالما هي الحقوق عم تتاخد حقوق وحصص، طالما انه البلد مقسم حقوق وحصص وطوائف، ليش دائما بدها تكون على حساب الطوائف اللي هي مؤسسة للبنان مع الموارنة ومع غير طوائف. نحن كطائفة نحن من المؤسسين الأساسيين لهذا البلد، فلا بد تكون على حسابنا. ومثل ما بتعرف حضرتك استاذ انه العرف بيغلب، يعني بيغلب بس مش دائما لازم دائما. فلما بياخذوها من اول ما بياخذوها مره انه بصير بده ياخذها على طول الدروس بمقعد واحد، بصير بدهم دائما. وهذا الموضوع مرفوض.
طب إذا كانوا الوزيرين نعم وتأكيدا لرد على الموضوع الوزيرين، ونحن بلقاء خلدي طالبنا أنه يكون تمثيل للطائفي، ما حددنا من احنا كان معنا ما حددته لاي حزب، كان سمحت الشيخ العقل كنتوا كان موسع الدين الغريب، وكان في مشايخ من البياضة ومشايخ اجلاء، فكان الطلب هو طلب للطائفي، طلب بشكل عام منه طلب لا لنزيد حصتنا او لنقلل حصتنا كفريق، نحن طلبنا للحصة الطائفي، واللي وهذا الكلام انه لتأمين الثلث المعطل هذا موضوع مرفوض، نحن عم نطالب للطائفي، ما عم نطالب للتمثيل لأعطاء ثلث معطل لحدا. طيب بغض النظر يعني إذا بناخذ من فخر الدين لهلأ يعني الدولة لبنان الوطن ولبنان الدولة تعزز على أيام فخر الدين، وكان جيشه تلتين موارنة وتلته دروز وإلى ما هنالك، وكان عنده أفكار يعني كلها يقتبس من أوروبا ومن ثقافته كيف بيعمل دولة. طيب اليوم إذا بدنا نقول السريان أو اللاتين أو كذا كمان معودي طوايف، نحن ما عم ننتقد هلأ المطالبة الدرزية، بس إذا عرضنا الوضع السريان بيقول لك مرمرون كان سرياني، ليش أنا ما بيطلع لي حق وزير مثلا؟ خلينا نروح على الدولة المدنية وبتوفر عليك وبتوفر علي وبتوفر على الكل، طرح المير طرح المير بيصير وبيصير سقفنا هو المواطنية، وبتبطل أنا بدي طائفتي اللي بتحميني، بتصير دولتي اللي بتحميني، مواطنيتي بتحميني، ونحن معا نروح على الدولة المدنية، وهذا مطلبنا طبعا، هذا مطلبنا. ولما بيكون نحن رحنا على هذا الطرح مش من باب لنكون يعني منا من باب الآني، مش من من باب الآني، لأنه الكل عم بي يعني بدي أقول لك شغلة يا أستاذنا الكريم، لي أنا كدرزي مثلا ما بحق لي، ما أني مؤتمن أعمل وزير السيادة من الحق الوزراء اللي بيسموها سيادية وزارة السيادية، لا، ولا السرياني كمان ما بحق له، في نظام طيب. هذا نظام كيف بدنا نخرج بدنا نعمل بدنا نعمل نقطة حوار قبل، هذا نظام مش بس نظام طائفي، هذا نظام يعني ايه، بس استاذ طارق اجى اتفاق الطائف حدد كيف بدنا نوصل للمدنية، ما حط اتفاق الطائف ما كان باتفاق، لا لا اجى حدد كيف نوصل للدولة المدنية بطريقة او باخرى، خلينا نروح تعمل مجلس شيوخ، بتعمل لا مركزية إدارية موسعة، بتعمل قانون انتخاب مثل الخلق، بتعملهم بالتدرج. طب صارنا 30 سنة ما طبقنا شيء، هلق مبارح اللي كان عم يحكي غبطة البطرك بموضوع تطبيق الطائف نحن معه، طب يتفضلوا على يتفضلوا على تطبيق الطائف، طب يعملوا حوار عليه، مظبوط صحيح، طب ما في ناس بتقول أول خطوة بتطبيق الطائف يروحوا على نظام انتخابي لا قيد طائفي، في نقاط ما بعرف يعملوا مجلس شيوخ، ما بعرف إذا كلامي مظبوط أو لا، مجلس الشيوخ هو بيطمئن الكل لأنه بيمتص كل الخلافات كل الطوائف، طيب 100% في حدا بيقول لك أنا بدي يعني عم بعطيك أنا شو بينقال كيف الناس بتفسر زعمائها شو بيحكوا، في واحد بفسر بيقول لك أنا بدي طبق الطائف لأنا سيطر على البلد، في واحد بيقول لك أنا بدي طبق الطائف لأعمل مساواة وتوازن، في واحد بيقول لك أنا بدي طبق الطائف بس أنا ما بدي الطائف، يعني اثنين بيقول لك ياهم سوا، شو السبيل؟ طب حوار لغة الحوار معطلة، ما هيدي من المصايب اللي عنا، انه كل واحد شايف لبنان من زاويته ومن طيفته ومن مصالحه ومن الكرسي، لما بيكون عنا الولاء للوطن كلنا سوا، كلنا عندهم ولاء للوطن بس بده هو بده حصته اكبر من حصته، من عندك بدك حصتك يعني بطل ولاءك للوطن، صار ولاءك للحصة، صار ولاءك للكرسي، صار ولاءك لنفوذك، نحن بدنا نروح على الولاء للوطن، ظلم بسوية عدل برعية، أيوة الوطن اللي بيجمعنا كلنا، الوطن لما بيكون في نظام علماني نظام مدني المواطنين، طب ما هن عايشين على زعامة تطلع على الزعامة الطائفية، طيب طب نحن عم نقول لبنان 18 طائفي جميل، يعني نحن شو بفرقنا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة عاملين ولايات متحدة في كذا اثنية وكذا عرقية وكذا شيء،
بس عندهم فيها نظام، عندهم نظام بيطبقوه، بس فيها نظام بيطبقوه، بيطبقوه او صحيح. قانون بيطبقوه، نحن ناقصنا نطبق النظام والقانون. وقت بتتعطل هيدي اللغه اللي عم نحكي عنها وما بيعملوا حوار، ساعتها بيجي بحدا بيقول لك طب خلي حدا من الخارج يجي يعملنا، مثل الطائف، مثل الدوحه، مثل سايك، ما بعرف شو، ما راح نحكي اكثر من هيك، يعمل لنا ويقول لنا انتم كذا. يعني ايام الوصايه السوريه بنى رعايه، يعني ايام الوصايه السوريه اللي كنا ضدها، هي طلعت انه وقتها كانت مفاعيله يمكن افضل على القليل. في ظل الوجود السوري كانت تتشكل الحكومه ب 24 ساعه، كانت تتشكل الحكومة مع مساوي يعني الوجود الأجنبي يعني، بس كانت تتشكل الحكومة ب 24 ساعة وكانت الأمور ماشية طبيعية. طيب هلأ شو رأيك بعد الاتفاق النووي إذا يعني بيصير؟ نحن بعدنا عم بهذا الطريقة عم نثبت لحالنا إنه مش قادرين نحكم حالنا، دايما بنا وصاية خارجية لحتى نرجع قانون الانتخاب السيء حتى واحد يقدر يحاسب. طيب بدنا نحكي بآخر هالحلقة عن موضوع تأثير الاتفاق النووي. يعني اليوم إيران عم تقول لهم دعوة للمفاوضات غير الرسمية المباشرة، قالت لهم أنه طالما المواقف العنترية الأمريكية هيك أنا ما رح أدخل بمفاوضات. طيب ما كمان هذا شيء بيأثر على هون. بايدن عمل شغلة أنه الحوثيين خفف معهم وقال لهم ما كنت وقفوا هاي المشاكل، ومع السعودية شوي نكزا بموضوع خاشقجي، ومع إيران عم يعمل عنتريات. هل ممكن يصير في توازن معنوي ويصير في مفاوضات ونحن نستفيد منه، أم أنه رايح الأمور على أوضاع سوداء؟ لك لا شك أنه هلق في تصعيد بالمنطقة. طبعا في إسرائيل بيناتها. إذا بتلاحظ أنه هاليومين الثلاثة في تصعيد، إن كان بين إيران والعدو الإسرائيلي، إن كان بسوريا تصعيد، إن كان الحوثيون 860 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي. صحيح، هذا التصعيد قد تصل الأمور للمفاوضات، ولا شك كل مين عم بيشد بوراقه، كل مين عم بيشد بوراقه ولا يحصن. بس إذا تفلتت الأمور بشي مطرح معين، أنا ما بشوف إنه راح الأمور على التفليت، وخصوصا إنه جاي بايدن واضح بسياسته وهو بيهمه الملف المنطقة إنهائه، لأنه في عنده أو إحاطته أو إحاطته لأنه عنده ملفات الكبيرة اللي بتهم الأمريكان هلأ، الملف الداخلي، ملف الصين والعلاقة مع روسيا. هيدي اللي يظهر إنه السياسي الإدارة الجديدة الأمريكية، لأنه عم يشوف روسيا كمان هي يعني وصلت على حتى على مفاصل المحلية الداخلية اللبنانية. صحيح، ويمكن تشوف انه تدخل روسي كبير يصير في بلبنان مستقبليا، طالما اذا هلا في عندك اذا وصلت المبادره الفرنسويه لحائط مسدود، راح لحد هلا يستعان بالاراده الروسيه لحتى تنحل الامور. لحد هلا روسيا داعمه المبادره الفرنسيه ومصر داعمه المبادره الفرنسيه. صحيح، يعني مصر عم تاخذ يمكن مطرح، مش مطرح انه يعني السعوديه ما عم تتحرك كثير، عم تتحرك مصر. هذا المثلث ممكن يوصلنا لحكومه روسيا فرنسا، لانه الامريكان راضيين عن المبادره. نحن نتمنى اي مثلث بس يوصلنا لحكومه مصر روسيا فرنسا ويطلعنا من هالازمه. استاذ طارق الداوود، امين عام حركه النضال اللبناني، نائب الامين عام حركه اللبناني، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان، واهلا وسهلا فيك. خلينا اياك، شكرا كثير. مشاهدينا الكرام، نشكركم والى اللقاء.